كثير منا يقول بسم الله، لكن ما نعرف يمكن القيمة الكبيرة لبسم الله الرحمن الرحيم. وإيش معنى أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم في حركتنا، في أكلنا، في شربنا، في قيامنا، في دخولنا، في خروجنا، كتابتنا، في رسائلنا، في كثير من أمور حياتنا؟ المعنى الجميل جدا، أول أن نستشعر أننا نقتدي بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى لما أراد أن يفتتح كلامه افتتح خطابه بسم الله الرحمن الرحيم، هي البطاقة التي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها لندخل لكل عمل، لكل خير. إذا فهمنا هذا المفهوم نعرف لماذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حريص كل الحرص على بسم الله الرحمن الرحيم في كل أحيانه، في كل أحواله، حتى قال لنا صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، في رواية أجدم وفي رواية أبتر. فالإنسان لما يشعر أنه يعمل عمل يقتدي فيه بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشعر أن له قيمة كبيرة جدا. المعنى الجميل أن نشعر أن اسم الله سبحانه وتعالى هدية أو وسيلة أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، أعطانا وسيلة في يدنا. أي شيء نريد أن نتعامل فيه مع هذا الكون، الكون كله كون ربنا، الأرض والسماء والأشياء والمواد والأدوات والأضواء، كل الكون كون ربنا سبحانه وتعالى. إذا تعاملنا مع هذه الأشياء باسمه سبحانه وتعالى كأننا نفتح كل كنز موجود في كل ذرة من ذرات هذا العالم. سبحان الله، كل شيء له حكمة، كل شيء له فضل، كل شيء له بركة، كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل فيه سر. فإذا تعاملنا مع هذا الكائن أو مع هذا العمل أو مع هذا القول بسم الله، أكرمنا الله سبحانه وتعالى أن ننال البركة وأن يكون معنا بركة ربنا سبحانه وتعالى في علاه. لو أن أحدكم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اهتمامه ومن حبه لهذه البسملة قام في يوم من الأيام في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كررها ثاني مرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، قالوا حتى كررها 20 مرة في وقفة واحدة يكرر هذه البسملة. ما أدري ما الذي كان يستشعره الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يكرر هذه البسملة. أتمنى أن الواحد منا فعلا يحس هذا الإحساس، يشعر بهذا الشعور بقيمة هذه البسملة فتكون دائما معه في حياته. البسملة هي سبحان الله الذكر الذي الموجود في كل شيء، عندك أي عمل من الأعمال لو أن الإنسان نسي ما هو الذكر أو الدعاء الذي يقال في هذا المكان يقول بسم الله، لأن بسم الله موجودة في أول كل دعاء، في أول كل ذكر، في أول كل عمل بسم الله الرحمن الرحيم. كأن البسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه، تفتحوا بكل باب من أبواب الخير وتستفيدوا به بكل ما في الكائنات وما في الأشياء التي حولكم من الخير، وتدفعوا عنكم مضرة كل شيء من الكائنات التي حولكم. إذا الإنسان أحس بهذا الشعور فعلا لن ينسى هذه البسملة ولن يغفل عنها، بل سيعيش معها عيشة معنوية ذوقية إيمانية عالية. مثل الإنسان إذا أراد أن يسافر ما راح يسافر إلا إذا معه الجواز، فمستحيل أن ينسى الجواز لأن به يمر من البلد إلى البلد وبه يستخدم الوسائل، البطاقة، الرخصة، جميع هذه الأدوات التي تكون سبب للنفوذ أو سبب للوصول لا ينساها الإنسان ويشعر بقيمتها وأهميتها. فلو تخيل الإنسان فعلا أن عنده كلمة إذا قالها يأخذ بركة كل شيء يتعامل معه ويدفع مضرة كل شيء يتعامل معه. كمان أن البسملة فيها أجر كبير لأنها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالحرف بالحرف بعشر حسنات إلى 700 حسنة، بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف يعني 190 حسنة، بكل حرف
نضاعف إلى 700,000 إلى أضعاف مضاعفة من فضل الله سبحانه وتعالى. شوف كم الإنسان يمكن يقول البسملة هذه في اليوم، يمكن 50 مرة، يمكن 100 مرة، يمكن أكثر من هذا. إذا اعتدنا حياتنا كلها فيها بسم الله بسم الله، سنحاط باسم الله الذي أمرنا الله أن نعظمه، فقال لنا سبح اسم ربك الأعلى. فإذا عظمنا وقدسنا وارتبطنا باسمه سنعيش عيشة أخرى، سيكون الكون منسجم معنا لأننا انسجمنا مع اسم ربنا سبحانه وتعالى في علاه. هنا نعرف قيمة تعليم الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلا الإنسان يرتبط بهذه السنة ليل ونهار، سر وإجهار في كل حالة من حالاته، فيكون مرتبط بسنة نبوية تتكرر معاه دائما دائما دائما. هذا سيقوي له رابطته بالحبيب، وسيفيده فائدة عظيمة، وسينيله أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. فشوف كيف فضيلة هذه الكلمة البسيطة المكونة من حروف بسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم.